السلام عليكم صف السادس الإعدادي. اليوم درسنا الدرس الثالث إعطاء النصيحة الاقتراح الطلب المؤدب العظم، وهو من المواضيع المهمة اللي دائما يأتي بالوزاري. طبعا عندنا راح ندرس عن طريق الكتاب المنهج الجديد، يعني هو طريقتين، يكون منهج جديد ويكون منهج قديم. منهج قديم ما ناخذ به، ناخذ منهج جديد. أول شيء راح نقول ناخذ giving advice، إعطاء النصيحة. giving advice، إعطاء النصيحة. راح نستخدم should و shouldn't. should وشدنت شوت وشد ومعناه ينبغي عليك، ينبغي عليك. وهذا يعتمد على المعنى، إذا كان المعنى إيجابي تقول له شد، إذا معنى سلبي شدنت. لاحظ بالمثبت، طبعا كل هي راح يجي وراهم فعل مجرد، بالنفي يصير شدنت وبالسؤال قدم الفعل على الفعل، الفعل على الفعل. It is a good film. You should go and see it. أنت ينبغي عليك أن تذهب وترى. You watch TV all the time. واحد يقول تشاهد تلفزيون كل يوم. You shouldn't. It a little off. يعني أنت ينبغي عليك أن تقلل من رؤية ال. You shouldn't watch it a lot of. Not watch. You shouldn't watch. لازم هنا الفعل watch. نعم الطباعة. نعم راح نكتبها لكم. You shouldn't watch it alone. قدم الفعل الفاعل. Should I buy the black car? مجرد خاصة دائما يجيبون السؤال. You should keep. يبغى تحفظ. Keep in a safe place. أن تحفظ المفتاح في مكان آم. You should. يعني مجرد هو راح يعطيك keep، أنت مجرد تخلي you should، مجرد أن تخلي you should، هذا أعطاء النصيحة أو you should أنت. نيجي للطلب المؤدب اللي هو أكثر أهمية، طلبات المؤدبة. make polite request، هو راح يعطيك بين قوسين بالضبط هيك make polite request. راح نشوفه بالأسئلة الوزارية. الأدوات اللي راح نستخدمها would أو could أو can you. would أو could أو can you وراها فعل مجرد وتنتهي ب please فارز أو please، وهاي مو ضروري تخليه، بس يفضل أن تخليه يصير طلب مؤدب أكثر. أو may I can I أو could I، ممكن يصير could I may I أو can I أو could I بالأخير please. لاحظ can you open the door please، هل أستطيع أن أفتح الباب. May I speak to أحمد، هل أستطيع تكلم مع أحمد please. إذا الشخص هو اللي يقوم بالعمل نستخدم may، وبالأحرى may I و can I نستخدمها مع الفعل see. إذا شفت الفعل see استخدم may I و can I، أما إذا شفت الفعل empty فارغ أو put فاستخدم الأدوات الأولى would could can you. لاحظ empty your pocket can you empty. وهكذا عندنا هنا موافقة، تقدر تحفظ. طبعا موافقة اسمها agreement، تحفظ واحدة منها، لو تقول sure of course لو certainly احفظ of course بالطبع، يعني اذا جابوها لك حد لا ما جابوها بس نفض. شوف can you wait a moment please، طبعا تعرف كلمة please. agreement of course قل له of course. شلون يجي لك السؤال بالضبط هيش يكتب لك open the door. open the door شو تقول له انت can you open the door can. او see your ticket. see your ticket may I see your ticket بالضبط. هسه راح شوي بالأمثلة الوزارية. الاقتراحات، الاقتراحات نستخدم let's زائد فعل مجرد، we could زائد فعل مجرد، و shall we زائد فعل مجرد. انتبه لها shall we فعل مجرد بس هنا وعلامة استفهام. لاحظ let's have a party نذهب الحفلة. we could get some magazine. shall we take. لاحظ الموافقة good idea، تقدر تقول that's a good idea أو تقول good idea. صحيح. شو يعطيك السؤال؟ يعطيك السؤال get some magazine، أنت تخليه بس we could أو تخلي let's كيفك، أو تخلي shall we. وانتبه shall we، انتبه shall we، لأنه shall we راح نحتاجها ويا good idea. النوع الأخير هو النوع العرض،
العرض راح نستخدم انتبه لعدل شال اي هناك شلوي هنا شال اي شلون افرقها فرقها اذا اعطاني جود اي دي خاف يعطيك اختيارات اير وراه فعل مجرد would you like me to وراه فعل مجرد لاحظ would you like me to help you او would you like بعد اذا اكو مي خلي would you like زائد اسم وتكمل شوف اذا شلون اعرف الاسم الاسم تستخدم الاداة الاولى عن وجود الاسم بين قوس شلون اعرف الاسم القى بي لو ايه لو ان لو ايه لو ان او سم لو ايه بمجرد القى لو ايه لو ان لو ذي لو سم من ذني اقدر اعرف انه هذا اسم مو فعل فاستخدم الاداة الاولى يعني مثل قال لي a cup of tea راسا اقول would you like a cup of tea بينما اعطاني open the door فما يصير استخدم would you like يحتاج اسم فاستخدم shall I او استخدم I'll او استخدم would you like me to لاحظ تستخدم would you like me عند وجود فعل مؤنث زين نفس الادوات ذني اعطاني شوف انت الادات شوفها انتبه لي هنا انطاني اسم احنا وعدنا would you like انطاني اسم شلون اطبقه يعني بالسؤال استخدم كلمة get you واخلي الاسم لحظة الناس قال لك over your friend some cake over your friend some cake انطي صديقك بعض الكيك طبعا هنا سم قلنا اسم فلازم نستخدم would you like لذا يصير would you like some cake بس هو هنا شارط علي شو او يشرط علي ايل او يشرط علي would you like me في هاي الحالة اجيب الفعل من يمي وهو الفعل get you وكمل shall I get you some cake shall I بعد اذا لقينا بالعرض هاي ثابتة بحده اذا لقينا بالعرض your زاد اسم بعد الفعل اذا انتبه له يور تحول اليور والاسم الى يو يور والاسم تحول الى يو والثانيه راح اكيد نلقى له هز له نحولها الى يور هز نجي شوفه هير يور فريند اوفر هو هي شيك السؤال فرض انا بدي استخدم الايل او بدي استخدم شال اي او استخدم ويل يو جيت مي من وصلت اليور فريند اغيرها الى يو اغيرها الى يو اغيرها الى يو والثانيه اغيرها الى يور يور فريند تصير كلها لاحظ يور فريند كلها تصير يو بينما هيز باكج تصير يو باكج يور باكج ما يصير انا حاتي اقول اساعدك بحقائق به لازم اساعدك بحقائق واضح لاحظ اذا لقينا جود ايديا نستخدم شال وي ليش الاقتراح لا تنسونه نجي كاتبك شال وي شال اي اثنين يجي وراهم فعل مجرد يعني اثنين صحيحات بس من شفت قد ايديا اعرف ان السؤال اقتراح فاروح شال وي مو اعرف يعني شال وي تستخدم قد ايديا لا تنساها هاي مهمه نجي give me your passport give me your passport يقول لك سوي طلب بوجود مي بوجود مي راح استخدم could you can you ما استخدم الماي اي لان الماي اي تستخدم يو سي فقط فتصير could you وخلي الفعل نفسه ينزل اعطي نصيحه keep your passport in a safe place بس اقول يو شود يعني بس اذا سي يور تيكت بوجود سي استخدم ماي اي سي يور تيكت ماي اي سي راح بس تخلي الادوات لازم بس تحفظ الادوات بس تحفظ الادوات لاحظ شو مي يور باسبورت شو مي يور باسبورت بوجود مي راسا اخلي له كود او كان او كود او كان كان يو كود يو وود يو شو مي يور باسبورت بليز ليف ذا كيس ان دورز بوت دورز بوت يقول لا تترك مفاتيحك في المسهرية هاي فايش يصير هنا سلبي يو شيدنت احفظها يو شيدنت لاحظ بس
بس خلي يوشد انت. نجي للاقتراح. Buy some magazine before boarding the plane. يقول لك اقترح بس تخلي let's. Shall we? We could. وتخلي يعني مجرد تخلي. Go to the shop. Suggestion. هم shall we? تقدر تقول we could. تقدر تقول let's. كيفك هنا اختيار choose. ان I'll we do like. Would you like يجي وراها اسم. بينما I'll تجي وراها شنو فعل. اذا الجواب I'll. يعني would you like تستخدم وراها. Turn the volume up over. أعرف العرض. يقدر أقول shall I turn the volume up. Shall I. أقدر أقول would like me to turn the volume up. وأقدر أقول I'll turn the volume up. كلهن صحيحات. كلهن صحيح. إذن العرض بس مجرد أخلي الأداة. لازم حافظ الأداة وخليها. أكو اختلافات نفسية استخدمها مي I أو كان I أو كود I. وإذا لقيت يعني فعل سي لقيت مي أستخدم كود يو كان يو. لقيت بالمطين شال وي شال آي بالاختيار أشوف إذا أكو جود آيديا فأستخدم شال وي. راح نروح إلى الأسئلة أول مرة وبعدين نروح العفو نروح الكتاب النشاط كتاب النشاط أو الكتاب الملون عفو. هاي هنا بقولهم بصفحة 18 وهذا الموضوع Airport Security. Airport Security أمن المطار. ومطيك Would you put your bag on the conveyor belt. conveyor هذا الحزام اللي يتحرك. لاحظ هاي يريد من يانوع. هاي بولات request بعد يب would you. كذلك could you بعد يب could you say polite request. عندنا shall we هاي اقتراح suggestion. let's ايضا اقتراح suggestion. هي اصلها let us. I'll stay. I'll over يعني عرض. عندنا can you طلب مؤدب. و you should صير advice. you should صير advice اللي هو انا اعطى نصيحة شو هذا يعني. روح كتاب النشاط صفحة 29. هذا جدا مهم. هذا جدا مهم. MBT فارغ دائما يجون بالوزارة. هذا باكيج حقائب. أنتين غير مراقب. ديكلير يعلن. و ديبوس اوف غير مرغوبي او يعني شو تتخلص منه. get rid of or throw away. لاحظ without some. إذا شفت without أعرف أنه an attended. هاي without يشتغل يا attended. an attended. bag هاي واضح مبين. حقائب package. nothing أعرفها empty. nothing أعرفها empty. هاي هي واضحة. throw away dispose of. وهاي مرات ترى ما يجيبون الاملاء. انا خل كتبه اسقاطات. ياتي يعني كلمات نفسها. او ياتي املاء. شلون املاء؟ املاء يعني يعطيك get rid of تطلي dispose. say قل يعني فتشي معلن. اذا تعرفه من كلمه say declare. واضح مهم هذا. حفظ حفظ ما بي مجال. نجي الى تمرين للجواب. give me your passport. help you with your package. keep your passport. هاي يجيبون من الامتحان. in a safe place. see your ticket. go to the shop before. take a taxi. طبعا بس بالفرق انه يعطيك يقول لك suggestion. يعطي هو انا. لاحظ الاولى وحالها. can you give me your passport. could you لأن أكو أدنمي راح نستخدم could you. هذا طلب مؤدب. الثاني help you with your package. صير would you like me to help you. ونقدر نقول بما أنه عرض نقدر نقول shall I help you. وهكذا keep your passport in a safe place. هاي نصيحة. you should keep
your passport and see your ticket. نقدر نقول may I, can I, could I see your ticket. Go to the shop نقدر نقول عليه اقتراح. نقدر نقول عليه let's go to the shop. نقدر نقول عليه shall we. نقدر نقول عليه we could. Take a taxi أيضا shall we, take, let's. اقتراحات هذا مهم جدا السؤال. أنا استخلصنا شرح الموضوع وشلون يجي بالوزارة. قلنا ينطيك بالضبط هذا السؤال. يقول لك help you with your package. يكتب لك over عرض. أنت تخلي الأداة في كم. يجي مثلا يقول لك see your ticket. يقول لك polite request. أنت تقول له may I see. هسه روح نشوف نرجع إلى أسئلتنا. عندنا أسئلة إحنا. عندنا أسئلة هنشوفها. الوحدة الثانية لاحظ بالضبط إيش السؤال. أطلع keep your passport in a safe place. قالك giving give advice بس تقول you should. خمسة go to the shop before the suggestion بس تقول له let's go وهكذا. meet at in the departure long في الصالة. شنو عندنا اقتراح. نقدر نقول let's meet, shall we meet. شوف هذا السؤال النقطة العاشرة مهمة. Over to drive your brother to the match. أعرض. يريد shall. استخدم كلمة shall. ولا shall I. Shall I drive. قلنا احنا your. شو تصير بعد الفعل. صير you. Shall I drive you to the match. Shall I drive. لاحظ هذا السؤال مهم. your قلنا بالعرض. اللي تيجي وراء الفعل تتحول من الى you. تتحول الى يو. يور براذر صير يو. الأداة شال وراها اي. نجيب الفعل درايف ونكمل. سجشن اقتراحنا. باي سم ماجازين بس نقول ليس وهكذا. هذن هن موجودات انت باقي عليك تحلهن. لاحظ مثلا هنا اوفر هيل. لاحظ هذا مهم. نقول له شال اي هيل يور فريند صير يو وهز الصير يور وهكذا. اقتراحات وهكذا. لاحظ شباب هاي كل الأدوات. اعطي نصيحة leave keys in a flower boot. تقدر تقول you shouldn't leave وهكذا. ان اثنين دائما يجيبون leave و keep. مواضيع كل السهلة. شوف see your ticket بس تقول له may I see your ticket. هذا هو يعطيك الفعل بس ويعطيك أبد يعني مجرد بس تخلي الأدوات يعني عليك بس حفظ الأدوات. لاحظ help your friend over. كرر السؤال أكثر من مرة. تقول له shall I help your friend يسويها you وهنا الهز يصير your وهكذا. الموضوع جدا بسيط. خل نروح الأسئلة الوزارية شو جايبينه ما جايبينه عندي. هذا سيت بيلت سبرايز هاي ناخذينها بازلت اخذناها من ذاك الدرس. دائما من الاسئله اللي المواضيع المهمه جدا اللي دائما تجي ب الوزاري. شوفها see your ticket polite request بس تقول may I see your ticket. خذي درجتي. موضوع جدا بسيط بس تحفظ الأدوات. بس تحفظ الأدوات. بس تحفظ الأدوات. مجرد تحفظ الأدوات وإلا هو موضوع جدا بسيط وما بي أي تعقيدات. شوفوا 2020
أخذناها بالمعهد الثاني بالروبوتكس. لاحظ take a text to the airport، ايش كاتب لك؟ make suggestion، اعمل اقتراح. use let's، شارط عليك let's. شوف بس تخلي يعني هذا السؤال هو حروح بس الشيء let's تخليها let's take a taxi بس، يعني ما اصلا حتى الاداة مطيك اياها، حتى الاداة مطيك اياها، حتى الاداة يعني ما متعبك مطيك الاداة. يعني مجرد تطبيق ما بي أي صعوبة، مجرد تطبيق. شفتوا يعني مجرد أن تستخدم السؤال ما بي أي صعوبة. الأسئلة دائما يتكرر بالوزاري. لاحظ هذا السؤال، شوفوا أنا إجاب بطريقة الماتش واول تعاريف، يعني أنا أتيني without you سي باله هاي النقطة MBT nothing. لاحظ declare هاي say نعرف بيتي نعرفها من nothing. شو جايبين ثلاث كلمات من هذا الموضوع، ثلاث كلمات ثلاث أسئلة من هذا الموضوع. لاحظ جايبين attentin on attentin و declare و بيتي. موضوع جدا سهل وما يراد له في شيء، مجرد تطبيق. وأتمنى أن شرحناه بشكل مبسط وسهل.